واصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباغي هذا المهرجان السنوي الكبير الختامي الذي يقام هنا على أرضية ميدان المرموم. نرحب أيضا بالقنوات الناقلة قناة ياس الفضائية وقناة الريان الفضائية وقناة البادية وقناة الواحة ضمن فعاليات هذا المهرجان. ونرحب بالجماهير الذي توافدوا هنا للمشاركة في هذا المهرجان. نرحب بالجميع الذي هنا عندنا يتابعنا والذي يتابع أيضا على شاشات التلفزيون. مرحبا باللي لفوا منا ومنا بالشيوخ وبالضيوف وكل هاوي. مرحبا بالجميع في دانة الدنيا دبي على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط. سلام على المقدمة للسيد محمد بن خميس بن خادم على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني في هذه اللحظات نبع للسيد محمد بن بطيب بن محمد الغفلي. وفي المركز الثالث هواجيس للسيد مبارك بن عبيد بن نوبي العامري. وفي المركز الرابع النايف للسيد زايد بن جاسم بن براك المزروعي. وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات وصايف للسيد عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي. وفي المركز السادس الشاهينيه للسيد عبد الله بن غانم بن فري الغفلي. وفي المركز السابع الشاهينيه للسيد سعيد بن محمد بالشرقي العامري. الدكتور متواجد ايضا متواجد في هذا الشوط. نتمنى له التوفيق. ننتقل إلى المركز الثامن. وفي المركز الثامن المدينة للسيد أحمد بن عامر بن محمد الهاملي. وفي المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع وجدان للسيد غدير بن مبارك بن دعفوس الغيلاني. وفي المركز العاشر سرابة للسيد سعيد بن علي بن رشيد الاجتبي. هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة إلى النايفة وهي نايفة على مقدمة هذا الشوط. ها هي النايفة على المقدمة في مركز النوف للسيد زايد بن جاسم بن براك المزروعي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني وصايف للسيد عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي. وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد عبد الله بن غانم بن فري الغفلي. وفي المركز الخامس وجدان للسيد غدير بن مبارك بن دعفوس الغيلاني. وفي المركز السادس من الجانب الثاني نشوف شعار الغفلي نبع للسيد محمد بن بطي بن محمد الغفلي. وفي المركز السادس للسيد حمد بن الضحية بن غدير الاجتبي على المركز السادس. وفي المركز السابع شديدة للسيد راشد بن سويد بن قران المنصوري. وفي المركز السابع ناخذ اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات شاهينية للسيد سالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري. لكن نرجع إلى المقدمة. يا سلام أرى وجدان للسيد غدير بن مبارك بن دعفوس الغيلاني على مقدمة هذا الشوط. بدأ يغادر على المقدمة مع وجدان وهي على مقدمة هذا الشوط. بدأت تغادر بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول
بكل قدرة وبكل اقتدار بدأت تنفرد على المقدمة، بدأت تباعد للسيد غدير بن مبارك بن دعفاس الغيلاني على مقدمتي. هذا الشوط يا سلام يا سلام. المركز الثاني على دخول أيضا من جبارة للسيد عيد بن محمد القبيسي. يا سلام، رجل مفاجآت، غادم أيضا، غادم معزل السيد صالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري، لكن وجدان على المقدمة. اللحظات الأخيرة الحرجة. سلام سلام عليكم يا الجعلان على هذا الفوز، على هذا الأداء. تهانينا لمالك وجدان السيد غدير بن مبارك بن دعفاس الغيلاني المركز الثاني، جبارة للسيد عيد بن محمد القبيسي، وفي المركز الثالث للسيد محمد بن صالح بن نصرة العامري، وفي المركز الرابع سمعه للسيد راشد بن الضعية بن حمد بن غدية الاجتبي، وفي المركز الخامس الذي وصلت في المركز الرابع للسيد محمد بن بطي بن محمد الغفلي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول وجدان إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الأربعة كيلومتر في زمن وغدر 6 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد غدير بن مبارك بن دعفاس الغيلاني، والذي وصلت في المركز الثاني جبارة 6 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عيد بن محمد بن فريح القبيسي، والذي وصلت في المركز الثالث معزة 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد صالح بن محمد بن صالح بن نصرة العامري. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز.